السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. لدي سؤالين جزاك الله خيرا. وياكم، اتفضل. قلت لزوجتي وهي حامل، أنا لم أعد أريدك، و بسبب يعني أن كان هناك مشاكل، قلت لها لا أريد. بسبب ايه؟ عفوا، بسبب ايه؟ قلت لها أنني لا أريدك، ايوه. وبسبب الذي في بطنك هو الذي يمنعني أن أنهي كل شيء، فهل يقع علي شيء؟ لا يقع شيء بهذا. وأيضا قلت لها أكرهك، والحياة بيننا أصبحت جحيما، مجموعة من الكلمات مثل هذه لا يقع اللهجة بذلك شيء، المغربية. لا يقع بذلك شيء.